السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض النهاردة نعرف بعض الحقائق عن حيوان كلنا بنحب شكله لكنه بيعتبر حيوان مرعب، لأنه يعتبر أكبر حيوان موجود على الأرض بياكل لحوم، وهو الدب القطبي. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله. بيمتلك في فمه 32 سنة، وبيقدر عن طريقها يقطع اللحوم ويمزق أي فريسة، وده بفضل أسنانه الحادة. وعلى الرغم من كده، فإن بعض الأحيان بيبتلع طعامه. بيعتبر أكبر الحيوانات آكلة للحوم على وجه الأرض، فبيوصل طول الذكر لحوالي 3 متر، ووزنه بيوصل 650 كيلو جرام. أما على حجم الأنثى فبيوصل لحوالي 500 كيلو جرام، وده بيكون أثناء فترة الحمل. حاسة الشم عند النجم القطبي قوية جدا، فبيستطيع انه يشم ريحة فريسته من على بعد 32 كيلو متر. وبيعيش الدب القطبي في القطب الشمالي في ألاسكا وكندا وروسيا واستراليا والنرويج وجرينلاند. ولكن ازاي الدب القطبي بيعيش في الحرارة والبرودة الكارثة دي؟ ده بسبب الدهون الموجودة تحت الجلد واللي بتحميه، وبتعتبر طبقة الدهون دي احتياطي او مخزن للطعام عنده زي صنم الجمل كده. والفراق بتاعه بيستطيع انه يعزل درجة حرارة الجسم عن الجو الخارجي، وبيمتلك طبقة زيتية بتقوم بحمايته من درجة الحرارة المنخفضة والبرودة القارصة، وبساعده في الحفاظ على رطوبة الجسم. والغريب ان لون الفراق بتاعه مش هو اللون اللي بيظهر لينا، هو اللون الابيض، ولكن لون الفراق بتاعه بيكون شفاف، لكنه بيظهر باللون الابيض لان لون جلده اسود تحت الفراق، وده بيعكس الضوء فبيظهر باللون الأبيض. كما إن راسه بتعتبر صغيرة جدا بالنسبة لجسمه، وعنده ديل قصير، وبيمتلك أقدام كبيرة بها بعض النتوءات اللي بتمنع قدم الدب من الانزلاق. ولما بتولد أنثى الدب القطبي بتعمل حفرة في الجليد عشان تحمي صغارها، وبتحطهم فيها من الطقس البارد، وبتلد الأنثى في كل مرة 2، وبتستطيع إنها تفضل في الحفرة اللي حفرتها دي لبضع شهور، ولا تقوم بحاجة إلى أي طعام أو شراب، وده بفضل الدهون الموجودة واللي مخزناها بجسمها. وفترة الحضانة عند الدببة هي حوالي 18 شهر، وبتقوم الأم بحماية الصغار والدفاع عنهم، بتعلمهم مهارات التكيف مع الحياة. وبيكون وزن المولود لما بيتولد حوالي 5 كيلو، وبيوصل لحجم الدب البالغ بعد 14 سنة. والذكور ملهاش دور في تربية الصغار، فالإناث هي المسؤولة عن تربيتهم. والفقمة هي الغذاء الرئيسي عند الدب القطبي، لكنه ملهاش كما إنه بيستطيع أن يتحمل الجوع، وده بفضل الطبقة الدهنية الموجودة تحت جلده اللي بتغذيه. ولون فراقه الأبيض بيساعده على التخفي، وده بيساعده جدا لما بيجي يصطاد فريسه. أما عن الرؤية فبيستطيع الدب القطبي أن يرى على بعد 4 أمتار، وده بفضل غشاء رامش موجود على عينه بيحميه من العواصف الثلجية. وبكده خلصت حلقة النهاردة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله.